عمليات الخامس استلم من جديد الكره، محاوله توزيع عرضيه داخل منطقه العمليات، وهو الهدف المباراه. يا سلام، فيها كلام بالراس، المدافع يتمكن رضا من تسجيل اول اهداف المباراه للمنتخب الوطني الجزائري. يغير محتوى المباراه ويغير النتيجه والفرحه الكبيره براسيه ممتازه. رضا يتمكن من الوصول الى شباك الحارس، رائد بهذه الكره. شاهدوا كيف تمكن من التخلص، التوزيع الارضيه بالراس الاسبقيه في اخذ الاسبقيه بالراس، ومباشره في الشباك اول اهداف المباراه للمنتخب الجزائري بارتقاء جيد وفي زاويه صعبه، وفرحه كبيره للمنتخب الجزائري وعناصر